التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام، والتحية نجددها لكم من جديد مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة وانطلاقة شوطنا الرابع عشر منذ قليل الخاصة بالابكار اللقاية المهجنات الاصايل. مسافتنا هي المغررة من قبل اللجان المنظمة لهذا السباق كما تعلمون الاربعة كيلومترات. نسير الى المقدمة والى البداية الاولى. المركز الاول هنا الصدارة الاولى في مقدمة الشوط تاتينا اللي تاتي على المقدمة الاولى. هذه دولة بشعار متابعين الكرام عبد الله بن عيسى بن خميس بن شلبوت الخيالي يحتل المقدمة والبداية، بينما نغلتنا على المركز الثاني. وبالمركز الثاني هذه أرام ثاني بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي، بينما ننتقل إلى المركز الثالث. وبالمركز الثالث هذه عشاق عيسى بن عبد الله بن يميع. المركز الرابع، المركز الرابع شواهين سلطان بن حميد بن علي بالخرس لكتبي على ما أعتقد هذا الشعار اللي واصلنا مع المركز الرابع. وخامس المراكز عندك يا بن حسوس، يقدم شقرة حمد بن محمد بن عتيج المهيري يتقدم على المركز الخامس في هذه، في المركز الخامس ياتينا في هذه اللحظات. المركز الخامس ياتي شعار بن حسوس، بينما نتابع المركز السادس. المركز السادس اشوف هنا حشيمه محمد بن سعيد بن حزيم الفلاسي، وتابع هنا على المركز السادس في هذه اللحظات. المركز السابع، المركز السابع ناخذ هنا اكحال محمد بن خليفه بن درويش الفلاسي. وثامن المراكز متواجده هنا الظبي مبارك بن خلفان بن مطر الشامسي. وتاسع التحديات بلقى هنا صبا لعلي بن عبد الله بن سعيد بن راشد اليابري. وعاشر المراكز هنا نهوه لحمدان بن جمعه بن حميد بن عمهي المنصوري. هذه هي نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء للعشر المراكز الاولى. وهنا لمسامعكم هذه الاسماء وهذه الشعارات، لكن عوده من جديد للمقدمه الاولى. نعود الى حشيمه محمد بن سعيد بن حزيم الفلاسي اللي على مقدمه الشوط اللي على المركز الأول، بينما شقرة تغير من مركز إلى مركز آخر. يقدمها حمد بن محمد بن عتيج المهيري، بينما في المركز الثالث، في المركز الثالث هذه الظبي مبارك بن خلفان بن مطر الشامسي يتقدم على المركز الثالث. والمركز الرابع هذه شواهين سلطان بن حميد بن علي الاكتبي. والمركز الرابع، المركز الرابع عندك يا بن رشيد، يقدم شواهين عبيد بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي على المركز الخامس في هذه اللحظات. والاسامي والشعارات اللي بدات الان تقترب من المقدمه، تقترب من المنافسه في هذه اللحظات وفي هذه الاندفاعه الجميله والمتميزه. الله يا حشيمه، يا حشيمه اللي على المقدمه، حشيمه اللي على الصداره الاولى. يقدمها محمد بن سعيد بن حزيم الفلاسي اللي بدا يقترب من موقع الاعلان الاخير. 1200 عن خط النهاية، 1200 وشقرة قادمة في المركز الثاني. حمد بن محمد بن عتيج المهيري يتقدم في ثاني المراكز. المركز الثالث الظبي مبارك بن غلفان بن مطر الشامسي. المركز الرابع، المركز الرابع أشوف، أشوف اللي بدأت تتحرك الآن. هناك مرمرة بدأت تمر اللي عبد الله بن محمد بن علي المنصوري. والمركز الخامس، المركز الخامس هذه شديدة عبيد بن محمد بن بدر العليلي. وأول ندى لشديدة اللي بدأت الآن تقترب. روح يلي تبي الفوز، روح روح الله وياك مع هذه المنافسة ومع هذا الانطلاق الجميل والمتميز. عودة إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول. روح يا علي شوي لين لين على عربة النقل. هناك قدمنا على المقدمة على البداية الأولى. هناك مع
مرمرة اللي مرت على كل الحضور وراحت على المقدمة هلولة. انطلقت مرمرة عبد الله بن محمد بن علي المنصوري، لله يدركم يا هالي الفقع على هذا الأداء الجميل اللي تقدمه مرمرة. بينما في المركز الثاني شقرة هالسويحان، هالسويحان قادمين مع شقرة حمد بن محمد بن عتيج المهيري، ياهي من منافسة، ياهي من منافسة في الأمتار الأخير بين مرمرة بين شقرة، شقرة ومرمرة، شقرة ومرمرة، وحشيمة قادمة، محمد بن سعيد بن حزيم الفلاسي. الله جاوز يا مجاوز، تابع يا متابع مع اللحظات الأخيرة، غيرت حشيمة، غيرت حشيمة، محمد بن سعيد بن حزيم الفلاسي. بنسلم إلى وين؟ إلى هالي، إلى هالي العوير أو الخوانيج، الخوانيج السلام، أسعدت صباحنا هالي الخوانيج على فوزي حشيمة محمد بن سعيد بن حزيم الفلاسي. المركز الثاني وصلت اللي هي شقرة حمد بن محمد بن المهيري، المركز الثالث وصلت اللي هي مرمرة لمطر بن محمد بن علي المنصوري أو عبد الله بن محمد بن علي المنصوري. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت اللي هي شديدة عبيد بن محمد البدر. المركز الخامس وصلت اللي هي أيضا شواهين عبيد بن سلطان بن علي بن رشيد الاختلية. هكذا متابعين الكرام النتيجة للخمسة المراكز الأولى. عودة للتوقيت الزمني ساعة الوصول إلى خط النهاية مشاهدينا الكرام بست دقائق وخمس ثواني. تهانينا والناموس لمحمد بن سعيد بن حزيم الفلاسي، تهانينا لجميع الفائزين.